السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في درس جديد على قناة ديالكم استفهام عام اليوم ان شاء الله غنهضروا على الشراء الجماعي من علي اكسبريس اولا تمديد مده الاستفاده من هذه العروض ثانيا الحل النهائي للمشكل ديال فشل الدفع وثالثا طريقه صحيحه لاسترجاع الاموال من علي اكسبريس بعد طلب اعاده المنتوج اذا على بركه الله غنبداو في الشرح لكن كالعاده لا تنسوا اخواني الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول اذا كيف كتعرفوا اخوتي موضوع الساعه هو اضافه 30 يوم جديد يعني شهر كامل من العروض المميزه على على إكسبرس بحيث اليوم تم التاكيد فعلا على ان الشراء الجماعي مستمر الى غايه 14 في شهر 10 2022 كيف كتشوفوا في هذه الوثيقه اللي توصلت بها اليوم لذلك الناس اللي باقي ما عندهمش حساب على علي اكسبريس يسرعوا ينشئوا حساب ويتوجهوا لاقرب وكاله بنكيه ويقدوا البطاقه ديالهم الدوليه يعني انترناسيونال باش يقدروا يستافدوا من هذه العروض اللي تقريبا مجانيه ولكن كنتي ما عارفش كيفاش تستافد من هذه العروض شوف الفيديو اللي غيطلع لك دابا الفوق او لا شوف رابط الفيديو غتلقاه في وصف هذا الفيديو كذلك وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على كيفاش نستافدو من هاد العروض فرحنا فتحين بزاف ديال المجموعات على فيسبوك والواتساب وكذلك على تيليجرام والرابط ديالهم غنخليه لكم في وصف هذا الفيديو يمكن لكم تدخلوا لاي مجموعه من هذه المجموعات فرحنا على مدار اليوم كنحطوا المنتوجات اللي عليها تخفيضات مهمه وبشرط خوتي دائما عجبتكم شي همزه حاولوا تستغلوها مباشره ما تعطلوش لان هذه الهمزات دائما تتكون خاصاهم السرعه وبالتالي بالتالي ما زربتيش راه منهم خويا اذا خوتي المحور الثاني في هذا الفيديو اللي هو محور مهم بزاف واللي هو تقريبا علاش درت هذا الفيديو هو حل المشكل فشل الدفع اللي عنده بزاف ديال الاشكال كيف كتشوفوا قدامكم فالعديد من الاصدقاء ومنهم انا حبسوا لينا الحسابات ديالنا على علي وما بقاش عندنا الحق نشريو منه وهذا الشيء حيت كنا اما فاتحين بزاف ديال الحسابات او كنا كنحاولوا نشريو اكثر من مره في اليوم وبالتالي علي اكسبريس دارت واحد للي جمعت فيها جميع هاد المعلومات المتعلقه بهاد المخالفين بحيث حتى إلى بغيتي تفتح حساب جديد غتفاجئ كذلك باللي هاد الحساب جديد حتى هو تبلوكا اذا خوتي السؤال اللي غيطرح لكم دابا هو شنو هو الحل فالحل اخواني والوحيد وبلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد هو خصك دير هادشي اللي غنقول لك دابا الا بغيتي تعاود تستافد من هاد العروض فاول حاجه خويا اختي خص الهاتف يكون جديد اما ديال الاخ ديالك ولا الاخت او الام او الاب او شي صديق اللي كتكون تثق فيه واذا ما عندكش يمكن لك تفورماتي الهاتف ولا تفتح حساب في الحاسوب الا عندك شي حاسوب بشرط يكون هذا الحاسوب عمرك ما فتحتي به الحساب اللي فتحوا في علي اكسبريس و عليك وهذا الشيء حيت مؤخرا على اكسبريس شدات جميع لي زادريس اي ديال الاجهزه اللي كانوا مفتوحين بها دوك الحسابات اللي تبلوكا ودارتهم في واحد لا ليست نوار وبالتالي واخا انت تجي تعاود تفتح في نفس الهاتف بمعلومات جديده فراه غير كذلك وثاني حاجه خصكم تبدلوا المعلومات الشخصيه ديالكم كالاسم العنوان والهاتف والجيميل بطبيعه الحال والمهم هو البطاقه البنكيه اللي حتى هي خصها تبدل فبالنسبه للبطاقه البنكيه يمكن لكم تطلبوا بطاقه جديده مسبقه الدفع بحال اي شوبين اللي كتقدمها سياش بنك فهاد البطاقه كتكون زوينه حيت كتحافظ لك على فلوسك فكيف كتعرفوا مثلا عندك واحد الحساب بنكي فيه 5000 درهم يمكن لك انت تشارجي هذيك لاكارت بواحد ل 500 درهم وتخليها فقط للشراء عبر الانترنت في حاله ما كاع لك هاد لاكارت او لا شي هاكر لضوني لك لي او المعلومات ديالك فما غاديش يفوت ديك 500 درهم وبالتالي غادي يكون الحساب ديالك محصن اذا هذه الميزه بالنسبه ليا فالجميع خصو يكون مفعلها باش يكون الحساب ديالو آمن والنقطه الثانيه واللي مهمه عندنا في هذا الفيديو واللي هي علاش غدير هذه البطاقه اي شوبين في البطاقه كتجيب واحد المعلومات جديده مغايره للبطاقه اللي عندك انت اصليه ماستر كارد او فيزا كارد وبالتالي فهذه المعلومات هي اللي غادي تخدم في الحساب الجديد ديالك وبالتالي ما غاديش يكون عليها شي رفض وما غاديش تكون مبلوكيه من علي اكسبريس والناس اللي غيسولوني على الثمن ديال هذه البطاقه فالثمن ديال هذه البطاقه ما كيتعداش 66 درهم للسنه اما الحل الثاني باش تاخذ معلومات جديده او بطاقه جديده فهي انك تمشي للوكاله البنكيه ديالك وتقول لهم بلي تضرط لك البطاقه ديالك غيطلبوا لك بطاقه جديده واللي غيكون فيها معلومات جداد وبالتالي كتكون حليتي مشكل هاد البطاقه والرسوم اللي كتكون غالبا على هاد البطاقه بين 100 و 120 درهم هذا هو الثمن اللي كيكون على البطاقه الجديده والمحاله الثالثه واللي مهمه بزاف واللي بزاف ديال الناس كيتصيدوا حيت ما كيردوش ليها البال اولا ما واعيينش وما عارفينش باللي راه حتى هي غتسبب لهم مشكل وتبلوكا لهم الحسابات ديالهم هو لادريس اي بي ديال الواي فاي وديال الكات جي ديالهم يعني الاجهزه اللي كيطلقوا بها الكونيكسيون واللي كيتكونكتوا بها بعد الحسابات ديال علي اكسبريس ففي حاله كان عندك الواي فاي هو باش خدام فالطريقه سهله ما عليك سوى طفيه وتشعلو اوتوماتيكمون كيتبدل لادريس اي بي ديالو وكتكون حليتي هذا المشكل كاين اللي كيمشي كاع بعيد كيفورماتي فالا بغيتي تفورماتيه ما كاين حتى شي مشكل ولكن راه حتى الا طفيتي وشعلتي فراه كيتبدل ليه لادريس اي بي وبالتالي كيتحيد الا كان في لا ليست نوار ديال علي اكسبريس ثم بالنسبه لل4جي هنا يعني اللي خاصكم تركزوا معايا خوتي بالنسبه للناس اللي كيخدموا من الهاتف ديالهم يعني كيخدموا 4جي اولا الكونيكسيون ديال البطاقه ديالهم فما عليك سوى تحل ال4جي وتحولها من ال4جي ل3جي وكذلك غتمشي لوضع الطيران غادي دير وضع الطيران وغادي تجي تحيد وضع الطيران وتحولها ثاني من 3جي لل4جي هنا كيتقن 100% باللي راه تبدلات لادريس اي بي ديال ال4جي ديالك وهنا غنقول لكم اخوتي الى طبقتو هادشي كامل بالصحه وراحه فرايمكن لكم تفتحوا حساب جديد بدون اي مشكل وكنصيحة فدائما اخوتي احترموا القانون اللي دايره على اكسبريس فعلا شددات ولا ضبطه الامور مزيان يعني الى فرط غادي فحاول تشري مره وحده في النهار باش تحافظ على هذا الحساب وتستافد من هاد العروض اللي كتكون يوميه وهنا غادي ندوزو كذلك المحور الاخير اللي مهم كذلك في هذا الفيديو وكيف كنوصيكم الاخوان دائما الى بغيتو تفتحوا نزاع في علي اكسبريس وبيتو تردوا فلوسكم فرا ضروري اخوتي تطبقوا هذا الشيء اللي غنقول لكم فملي غادي يتصل بكم شركة ديال النقل وتقول لكم باللي راه وصل المنتوج ديالكم غتقول لهم مرحبا ملي غادي يوصلوا لكم للدار غتخرج عنده غتشد هذاك المنتوج غتحاول دير ليه واحد الصوره ملي غادي تصورو اتسنى هذاك الليفرور غادي يقول لك مثلا خلص عليه 60 درهم او 70 درهم في حاله بان لك الثمن تا مناسب فما عليك سوى تبي وتخلص وتاخذ المنتوج ديالك الا بان لك الثمن غير مناسب مثلا انت شاري البرودوي ب 100 درهم وغتخلص عليه 500 أو 400 درهم فراه من طبيعه الحال هادشي الشيء بزاف يعني ما غاديش تخلصو غتقول لي اسمح لي اخويا انت درتي غير خدمتك ولكن هذا المنتوج هذا راه ما بغيتوش غير حاول تردو واسمح لي بزاف على الازعاج وهنا كتكون ضمنتي فلوسك لانه فاش غتمشي لعلي وتفتح نزاع فضروري غايطلبوا منك شي حاجه اللي كتبين فعلا بانك انت توصلتي بالمنتوج ولكن ثمن ولكن طلبوا لك شي اخر اضافي او رسوم اخرى اللي ما كانتش في السيت النهار الاول اللي شريتي وهنا غتصور لهم هذاك المنتوج باللي راه فعلا توصلتي به ولكن زادوا عليك الثمن وهنا كون على يقين 100% باللي الفلوس ديالك غادي يرجعوها وحتى المنتوج غادي يرجع لصاحبها وبالتالي حتى شي واحد فيكم ما ضايع وهذا هو الحل الا بغيتي ترجع فلوس خويا دائما صور الكولي ديالك باش ما تطيحش في هذا المشكل اذا خوتي نتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله ديالكم الا كان عندكم باقي شي سؤال او استفسار ما عليكم سوى تحطوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو او لا حاول تنضم للمجموعات ديالنا وشارك هذا المشكل ديالك فرا جميع الاصدقاء غيتعاونوا معك وإذا ما تعاون معك حتى واحد فانا دائما كاين كنجاوب على الاسئله ديالكم اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت خويا اختي هذه هي اول زياره للقناه ما تنساش الاشتراك ودعم القناه باش الجديد ديالنا اول باول